بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل كلامنا عن كبد الأنفلون وطريقة توصيل العيادة البعدية والعيادة المميزة والخطوط الخارجية على الكروت على السنترالات الباناسونيك التي دي اي والتي دي اي. و احنا شفنا مع بعض كبد الأنفلون. كابل الأنفلون عبارة عن 50 بن، 25 بن من كل جهة. بيبدأ العدد من هنا، 1، 2، 3، 4 لحد 25، وبعدين يبدأ من الجهة اليمين من تحت 26 ل50. فأول نقطتين قدام بعض هما 1 و26، 2 و27، 3 و28. بالنسبة للكابل المستخدم 25 جوز، عبارة عن 5 مجموعات، كل مجموعة 5 جوز، مبنية على الكالر كود العالمي أزرق برتقالي أخضر بني رمادي. المجموعة الأولى اللون الرئيسي الأبيض، المجموعة الثانية الأحمر، المجموعة الثالثة الأسود، المجموعة الرابعة الأصفر، المجموعة الخامسة البنفسجي. زي ما احنا شايفين، ده بين رقم 1 وده اللي قدامه الناحية التانية بين 26، موجود فيه الجزء الأزرق أبيض وأبيض أزرق، وبعدين 22 فيهم الجزء البرتقاني أبيض وأبيض برتقاني. وهنمشي بهذا الشكل، أزرق برتقاني أخضر بني رمادي مع الأبيض، أزرق برتقاني أخضر بني رمادي مع الأحمر، أزرق برتقاني أخضر بني رمادي مع الأسود، أزرق برتقاني أخضر بني رمادي مع الأصفر، وأزرق برتقاني أخضر بني رمادي مع البنفسجي. الكابل من الجهة التانية، ده الجهة اللي بتتحط في الكارت أو في السنترال. من الجهة التانية هو عبارة عن 5 مجموعات من كابل حرة، مجموعة الأبيض، مجموعة الأحمر، مجموعة الأسود، مجموعة الأصفر، مجموعة البنفسجي. ده الكالر كود متكرر تاني عشان نأكد، وطبعا المفروض بيتحفظ الكود ده حفظ تام يعني. أزرق برتقالي أخضر بني رمادي، ده كود عالمي ولازم يكون محفوظ كويس قوي بالنسبة للناس اللي بتشتغل في البي بي اكس. هنا يبين الرسم ان أزرق برتقاني أخضر بني رمادي متكررة دايما، اللي بيتغير جنبها هو اللون الرئيسي، هنا أبيض، اللون الرئيسي المجموعة التانية أحمر، تالتة أسود، وبعدين أصفر بنفسجي. نوع من تأكيد المعلومة. هنا الحقيقة حطينا الرسم بشكل تفصيلي أكتر كمان. هنا هنجمعنا كل حاجة مع بعضها. البين رقم 1 هو الأزرق أبيض مع مجموعة الأبيض، بيبدأ كده. التاني هيبقى أبيض برتقاني، برتقاني أبيض، وهكذا. بعد كده ابتدينا نتكلم على الكروت. عندنا كارت LCOT اللي هو 4 خط خارجي، هيبقوا أول 4 جوز من المجموعة الأولى اللي هي مجموعة الأبيض، أزرق، برتقاني، أخضر، بني. هدول الـ4 خطوط الخارجية. يبقى أنا لو عايز أوصل الخط الخارجي الأول هاخد الجزء اللي هو أزرق مع أبيض، الخط الخارجي التاني هيبقى الجزء البرتقالي مع أبيض، والتالت الأخضر مع الأبيض، والرابع البني مع الأبيض، وهوصلهم الخطوط اللي جاية من الهيئة إما بشكل مباشر، وده مش مستحب على الإطلاق، أو بالتأكيد عن طريق فريم. كارت الـ LCO 8 اللي هو 8 خط خارجي، هنستخدم أول 5 في الجواز، أول مجموعة يعني مجموعة الأبيض بالكامل استخدمت، أزرق برتقاني أخضر بني رمادي مع الأبيض، وبعدين ناخد أول 3 جوز من المجموعة اللي بعدها اللي هي مجموعة الأحمر. بالنسبة لكارت 16 هياخد أول 16 جوز موجودين، يعني هيحتاج 3 مجموعات في 5 في 15، وطرف واحد أو جوز واحد من المجموعة الرابعة اللي هو مجموعة الأصفر، هياخد الأزرق أصفر. بالنسبة لكارت
الكروت الداخلي في الدي اتش ال سي اللي هو الهايبرد لاين اللي هو 8 خط هايبرد وفي 8 خط ديجيتال دي ال سي 8 وفي دي ال سي 16. بالنسبة للهايبرد بياخد أول جزء وتاني جزء، أول جزء للعدة العادية، تاني جزء للعدة الديجيتال، الجزء التالت غير مستخدم لأنه كان بيستخدم قبل كده مع السنترال 1232 الأنالوج عشان يعمل اوف هوك كول نويس مينت للعدة ال 7130 لأن كانت 6 بن، توصيلها 6 بن، فكان بيبقى فيه تيبورينج وفويس شانل وعايزين فويس تالتة عشان نعمل لوف هوك كول نويس مينت او اتش سي اي، فده كان بيستخدم ال او اتش سي اي. طبعا ال او اتش سي اي والويسبر او اتش سي اي دلوقتي بتتعمل على العدد الديجيتال على نفس البير بيعمل كل حاجة لأنه ديجيتال مالتيبلكس. فبناخد الجزء الأول والجزء الثاني، الجزء الثالث ما بيستخدمش، الرابع والخامس خلصت المجموعة الأولى من الكابل اللي هي المجموعة الأبيض فيها 4 جواز شغالين وجزء مش هيشتغل مش هناخده يعني، فكل جزئين الثالث هنسيب، الجزئين الثالث هنسيب، فاحنا حطيناها بالكالر كود ازرق برتقاني والاخضر اتشال بني رمادي. خلصت المجموعة، اول واحد في مجموعة الاحمر هيتلغي هو الازرق احمر، هناخد اول 2 بعديه وهكذا، والرسم واضح جدا حتى انا حاطط الالوان يعني اللي عايز يوصل العدة العادية الاولى على السنترال هياخد الازرق ابيض، لو عايز يوصل عدة البرنامج هياخد البرتقاني ابيض، ده حتى ال NS 500 في كابل ال RJ45 بناخد اللون ده للعدة المميزة. بالنسبة لل DLC 8 ولو الحقيقة هيمشي بنفس النظام ده بس مش هايبرد، يعني هو ده هو ديجيتال بس، فالجزء الديجيتال هيبقى شغال والجزء الهايبرد هيبقى ملغي مع الملغي، ففي كل بورت هنلغي جزء تاني خلاف الجزء اللي احنا لغيناه قبل كده، هيبقى ماشي بهذا الشكل، الديجيتال هو اللي هيبقى شغال في كل بورت، لان هنا عدة عادية عدة ديجيتال، عدة عادية عدة ديجيتال، طب ده ديجيتال مفهوش عادي فهيتلغي البورت بتاع العدة العادية، هو ده هو ده بالظبط، لكن انا لغيت البورتات اللي هي بتاعت العدد العادية دي اتلغت من هنا، تلاقيها مفيش هنا في عدة عادية مفيش هنا لان هو ديجيتال بس، فادي الستاشر التمانية بورت ديجيتال هيبقوا بهذا الشكل. وناخد بالنا والالوان واضحة جدا، يعني انا هنا هاخد برتقاني ابيض للعدة الديجيتال الاولانية وهاخد هنا الرمادي ابيض، هاخد هنا الاخضر احمر، هاخد العدة بعد كده هنا ازرق اسود، دي هتبقى بني اسود، دي هتبقى برتقاني اصفر، دي هتبقى رمادي اصفر، والعدة الاخيرة هتبقى اخضر رمادي. بالنسبة لل DLC 16 هيبقوا أول 16 جوز ورا بعض على طول، عدة ديجيتال الأولى اهي، التانية اهي، التالتة اهي، معمولين بنفس الكود أزرق برتقاني أخضر بني رمادي، طبعا خلصت مجموعة الأبيض، نرجع تاني أزرق برتقاني أخضر بني رمادي، خلصت مجموعة الأحمر، نرجع تاني أزرق برتقاني أخضر بني رمادي، خلصت المجموعة بتاعت الأسود، وده هيبقى الأصفر. هو ازرق اصفر، ده بالنسبة للدي اتش ال سي 8 والدي ال سي 8 والدي ال سي 16، هنا 16 عدة ديجيتال، هنا 8 عدة ديجيتال بس، هنا 8 عدة ديجيتال و 8 عدة عادية مع بعض، فاحنا خدنا الحقيقة ده وزودنا العدة العادية بتاعته او خدنا ده هنا ولغينا العدة العادية بتاعته مش مهم. بعد كده حقيقة الكروت بتاعت الأعداد العادية الـ SLC 8 و 16 والـ MSLC 16 اللي هي العدة اللي هيبقى فيها مسج ويتنج برضو، أو الكارت ده في كروت بتسبورت المسج ويتنج لام، فهو هو نفس التوصيل ما فرقش مع نوع العدة خالص ولا مع الألوان، دايما بالنسبة لل 16 خط بيبقى توصيل متتالي بدون فواصل، 1 2 3 وهكذا، ده اللي احنا شفناه في
هي في الدي ال سي 16، هي شفناه قبل كده برضو في ال سي او تي 16. طبعا اللحظة اللي نلاحظها ان بالنسبة للخارجي كل الكابلات متتابعة ورا بعضها، سواء 4 سواء 8 سواء 16، مفيش اي فواصل. فواصل بدأت من هنا، عشان كان هنا بنحتاج البير ده عشان الاوف هوك كول النويسمنت في السنترالات ال 1230 انالوج والديجيتال. وزي ما قلنا بقى دلوقتي بتتعمل على الكابل الواحد اللي هو كابل العدة الديجيتال، لأنه ديجيتال مالتيبلكسر. بالنسبة لل SLC 8، احنا هناخد الثمان كيلوات دول، هم 1 2 3 4 5 6 7 8، ألوانهم واضحة جدا ويقدر أي حد دلوقتي أعتقد إن هو يميز الكابل عن بعض. بالنسبة لل SLC 16 هم 16 لون ورا بعض على طول. وبالنسبة لكارت المسج ويتنج هو بالظبط نفس الكارت، ناخد أول 16. أنا حاطط الألوان في كل بير عشان محدش طبعا يتلخبط. هنا وضحناها أكتر بالنسبة مثلا لكارت ال SLC 16 اللي هم المفروض 16 بير ورا بعض، حطينا ألوان البيرز جنب الخطوط. فلو قلنا SLC 16 أو LCOT 16 هو نفس الحكاية، البيرز اهي متتالية ورا بعضها، وأول مجموعة مع الأبيض، مجموعة بعد كده أحمر أسود، وواحد بس من الأصفر، عشان يبقى لو حد عمل برينت للبيبرز بتاعت الشرح ده يقدر يخليها معاه تبقى ريفرنس ليه للتركيب، عشان ما يتلخبطش أو لحد ما يحفظ الكالر كود لو كان الشغل في البي بي إكس جديد بالنسبة له. هنا عملتها تفصيل جدا. بالنسبة لكارت الديجيتال هناخد الجوز الأبيض أزرق، هيبقى عدة عادية رقم واحد. هناخد البرتقاني أبيض، يبقى العدة الديجيتال رقم واحد. الجزء الثالث اللي هو الأخضر أبيض ملغي. الرابع اللي هو بني أبيض هيبقى العدة العادية رقم اتنين. الرمادي أبيض هيبقى العدة الديجيتال رقم اتنين. وكتبتهم عشان لو حد طبع الورقة دي وخلاها معاه يقدر هو بيركب يسترشد بيها لحد ما يحفظ الكالر كود. برضه هو ده نفس الحكاية، الهايبريد برسم تانية بألوان تانية برضه الزيادة أو زيادة التوضيح ليكم. ده كان كل الإضافات اللي عايز أضيفها بالنسبة للأنفينول إيجاك. هو نفس الأسلوب، نفس طريقة التركيب في السنترالات كلها، تي دي اي 30، تي دي اي 100 و200 و600، والتي دي اي 100 والتي دي اي 200 والتي دي اي 600، مفيش اي فروق ما بينهم. يعني بعد كده السنترالات ال ان اس 500 بتركب بار جي 45 وهي اسهل كتير من الانفينول جاك. اشوفكم على خير ان شاء الله في محاضرات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.